ان شاء الله دلوقتي هنبدأ مع بعض نرسم تكييف. للتوضيح هروح للسيلينج ميكانيكال وابدأ احط الاير تيرمينال. بلاقي الاير تيرمينال في نوعين، في نوع هوستد ونوع ان هوستد. الهوستد يعني بيحتاج لحائط او بيحتاج لسقف معلق او بيحتاج لورك بلان عشان يستضيفه، والان هوستد بيتحط عادي بس بحدد الارتفاع بتاعه. النوع بتاعي هوستد، ودليل على كده ان هو قال لي انت عايز تعمل هوستد عليه، على فيرتيكال فيس ولا على فيس عادي ولا ورك بلان. انا اختار هنا الفيس واحطه على السيلينج. هبدأ احط الساق بتاعي، وليكن مثلا في الثلاث اوض دول، عفوا الاير تيرمينال. تمام، لما اجي ابص على البروبرتس بتاع كل واحدة فيهم هلاقي ان هو حاططها في الالفيشن على 2600، لان ده نفس ارتفاع السيلينج. خلاص كده انا حطيتهم. هبدأ اروح مثلا للميكانيكال للتوضيح، وهبدأ ارسم الضغط بتاعي. ارسم الضغط بتاعي اخليه على 2900، اعلى من التاني، بس انا مش عايزه دائري، عايزه مستطيل عادي، فاختار مستطيل. وهبدأ ارسم على 2900. الويدث اخليه 200. هبدأ ارسم دلوقتي. تمام كده رسمت الصاج بتاعي. عايز اوصل الاير تيرمينال بالضغط. هاجي هنا الف هنا علامة زائد، ادوس على كليك يمين واختار درو ضغط، او من هنا موديفاي اير تيرمينال، هختار الكونكت انتو واروح مختار الضغط ده يوصل بينهم. كذلك التاني واحدة هختار كونكت انتو، تمام. بالطريقة دي يبقى انا عملت الحاجة بتاعتي، خلاص عملت نظام تكييف.